شو قصة شفرة مورس؟ اليوم حتفهمها ببساطة. Hey, how you doing? He makes awesome videos. في حرب فيتنام وقع الأدميرال الأمريكي جيرمايا دنتون كسجين حرب. بعد 10 شهور من احتجازه وتعذيبه قرروا السجنين يعملوا معاه مقابلة على التلفزيون، وهون جيرمايا لقى فرصة ممتازة إنه يوصل للعالم الحقيقة. لما نسأل كيف بيعملوه بالسجن لسانه كان بيحكي إنه الوضع تمام والحياة لطيفة، بس عيونه كانت عم تحكي إشي تاني. الرمشات الطويلة والقصيرة هاي تحمل رسالة مهمة، كلمة تعذيب تورتشر، والرسالة هاي أدت لضغط شعبي كبير لتحرير المساجين الأمريكان. وصلت الرسالة من خلال شفرة مورس اللي تعلمها جيرمايا بتدريبه العسكري واللي كانت سبب بإنقاذ حياته. بس شو هي شفرة مورس؟ عشان نفهم لازم نبدأ من الأول خالص. القدرة على التواصل على البعد هي شيء احنا مهتمين فيه من قديم الزمان. أحد الطرق البدائية كانت إشارات الدخان، نختار مكان عالي ومنولع هالنار ومنجيب شرشف مبلول وحطه شيل الشرشف على حسب قديش بدك يوصل إشارات، وهيك بنكون عم نقول لجماعتنا في خطر قادم انتبهوا. لكن هاي الطريقة فيها عيب، مش بالضرورة تكون عبقري عشان تكتشفه، اللي هو هوف شوية هواء طارت الإشارة، شوية مطر طفت النار. فالوضع كان صعب وظلت طرق التواصل عن بعد بدائية. باليونان استخدموا منارات النار اللي هي منارة إذا ولعناها بيكون في إشي معين صاير، إذا ما ولعناها ما صار إشي. عندك كمان الحمام الزاجل اللي كان مدرب إنه يقطع مسافات طويلة ويوصل للمكان المطلوب، وهون بلشت تنتقل مش بس إشارات بل رسائل كاملة. مع هيك ضل في كتير تحديات للتواصل عن بعد، وما صارت ثورة حقيقية بالموضوع لحتى بداية القرن 19 إلى أن دخلت الفيزياء. تطور علم الكهرباء المغناطيسية سمح لنا نخترع إشي اسمه التلغراف الكهربائي، واللي هو طريقة لنقل الرسائل عن طريق نبضات كهربائية. لكن التلغراف وقتها كان لسه بدائي وتصميمه معقد ومدى قصير، لغاية ما أجا صديق الحلقة اليوم سامويل مورس واللي حول التلغراف لشيء ذكي جدا. مورس بالتعاون مع مخترع اسمه ألفريد فيل اخترعوا إشي اسمه شفرة مورس. هلأ لما بتستخدم التلغراف أنت بتبعت نبضات كهربائية، النبضات القصيرة بتعطي إشارة قصيرة بنسميها نقاط وهيك صوتها، والنبضات الطويلة بتعطي إشارة طويلة بنسميها شرطات وهيك صوتها. وترتيب هاي النقاط والشحطات بيمثل حروف وأرقام وعلامات ترقيم مختلفة. مثلاً حرف A بيمثله نقطة وشحطة، يعني إشارة قصيرة وإشارة طويلة. اختراع هاي الشفرة خلى مورس يصنع تلغراف بدون هجئة الإبر اللي بتأشر على الحروف، بل بيستخدم سلك واحد لكل الرسالة، وهيك صار الشكل أبسط والسعر أرخص ويمكن استخدامه بكل مكان. هذا غير إنه تلغراف مورس كان مدى أبعد بكتير، بوصل الرسائل لمسافات كتير بعيدة، قدرت تربط بين أمريكا وأوروبا. طيب خلينا ناخد نظرة أعمق على هاي الشفرة اللي بتحسها طلاسم. لما تطلع على شفرة مورس بتلاقي إنه الرموز مش مرتبة حسب ترتيب الأحرف. ياخي مورس وفيل مش شغل صف رموز وبس، تكتيك. أجوا جابوا الحروف اللي بتتكرر أكتر إشي بالحكي وعطوها أسهل شفرة. مثلاً حرف E يمثل بنقطة لأنه كتير وارد، أما حرف Z فنقطة نقطة شحطة شحطة. طبعاً إنتوا اليوم بتقدروا تستخدموا شفرة مورس بإنكم تطلعوا صوت، تدقوا على الطاولة، تمسكوا ضوء وتدووا وتطفوه، مش شرط بالتلغراف. بس الفكرة الأساسية إنك تستخدم نقطة لإشارة قصيرة وشحطة لإشارة طويلة. هلأ شفرة مورس ما كانت فعلياً نظام تشفير لأنه الكل بيعرف شو معنى هاي الرموز، هي كانت طريقة تواصل، لكن اليوم لأنه نادر ما تلاقي حدا بفهمها فبتقدر تستخدمها كتشفير. طيب فهمنا المبدأ. بهاي المناسبة السعيدة تعال أعلمك إشارة مهمة بهاي الشفرة، الـ SOS رمز طلب النجاة، وهي اختصار لجملة Save Our Ships اللي كانوا يستخدموها البحارة لما بيكون في عندهم طوارئ. هيك شكلها عامل بشفرة مورس. إذا بدك تعرف كيف بينكتب اسمك بشفرة مورس افتح على موقع morsecode.world، هناك بتلاقي ترجمة لأي جملة بدك إياها. بالنهاية مع إنه إحنا ما بنستخدم شفرة مورس أنيمور لكنها ما زالت تعتبر ثورة بعالم التواصل. المهم قولوا لي في إشارات بينكم بين جماعتكم ما حدش بفهم عليها بس انتوا بتلقطوها على الطاير؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. اذا عجبكم محتوانا وحابين انه نكمل بتقدروا تدعمونا على باتريون patreon.com/salamqatanani، وشكرا كتير للداعمين.